أسئلتنا بكلام الناس بتتلاحق وما بتتشابه، إنما موضوع عم يتكرر كتير هالأيام وهو الحكومة، أكيد الحكومة ودايما الحكومة. سؤالنا الأول كان هل تفضل حكومة 3/8 أو حكومة حياديين؟ على الفيسبوك بلال مختار بفضل مشاركة كل الفرقاء السياسيين تيرتاح من العرقلة والوصاية. من ناحية أخرى توني كرم بيطالب بحكومة عسكرية، بينما جولي أيوبي بتأكد أنه بحكومة 3/8 تاريخ رح يعيد نفسه، لهالسبب بدها حكومة حيادية. رأي عفاف صايبس كان مختلف وبتعتبر أنه ظرف الحالي بيتطلب حكومة 3/8. خلينا ننتقل لسؤالنا الثاني واللي كان هل نجح جبران باسيل في وزارة الطاقة؟ آسيا المزاوي بتعتبر أنه هو ما بيملك عصا موسى تيغير بين يوم وليلة. محسن عبدالله بيسأل وين اللي قال أنه الكهرباء رح تجي 24/24؟ ووين مشروع النفط؟ محمد صمد بيقول أنه جبران باسيل أحسن من غيره بس ما نجح لاعتبارات عديدة وأولا المناخ السياسي. بدورة سمر أحمد بتطالب بقانون محاسبة من أين لك هذا لكل الوزراء والنواب، بحين إليد دياب بيلاقي أنه بكفي أنه تجرأ وكشف عن الثروة النفطية واليوم هو واقف بشراسة بوجه الممانعين وأكيد نجح بامتياز. زياد عبد الرحيم بيأكد أنه ما نجح فساعات التقنين زادت رغم وصول الباخرة فاطمة جول. وأخيراً وليس آخراً أحمد بيقول أنه أكيد فشل لأنه في أشخاص أصروا على إفشاله. أما بالنسبة لأسئلتكم موجهة لضيفنا الليلة الوزير جبران باسيل فهي مازن سليم حابب يعرف وين صار ملف تعيين الناجحين بمؤسسة الكهرباء. كمان بسام إرداحي بيسأل وين المي بسد شبروح اللي إلها 3 أشهر مقطوعة بكسروان. علي خير الدين بده يعرف أي متى رح يصير لبنان دولة منتجة للنفط. عمران فرحات بذكر الوزير جبران باسيل أنه سكان الشياح بالضاحية عم يشتروا مي بالشتاء، فهل هالشي مقبول؟ أما بسام حوراني عنده سؤال بيقول لأي متى رح نضل ندفع 10,000 ليرة إضافية على فاتورة الكهرباء كإعادة تأهيل؟ ننتقل على تويتر وآخر سؤال معنا لليلة كان لألبن اللي هو ثروة لبنان الحقيقية هي الشباب ومش النفط، ليش ما بتفكر تستلم وزارة الشباب والرياضة؟ بانتظار ارجع لقيكم الأسبوع المقبل، بذكركم وفيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع كلام الناس للتواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.